مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة خبير في يوتيوب. الرجاء من الجميع الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. لدينا اليوم تجربة نسخ السيارات، تابعونا حتى النهاية ولا تنسونا من دعمكم، حياكم الله جميعا. في البداية قوموا بالاشتراك في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع إن شاء الله. وأيضا بالإمكان دعم القناة عن طريق السوبر شات والسوبر ثانكس والملصقات العجيبة، وأيضا ممكن الانضمام إلى عضوية القناة في قناتنا الرئيسية كي تدعموا قناتكم ونستمر بالعروض القوية والمفيدة للجميع إن شاء الله. طبعا هذا السكريبت مطلوب كثيرا، سنتكلم عنه بالتفصيل وطريقة التشغيل والميزات والعيوب الموجودة في هذا السكريبت. طبعا كالعادة نحتاج إلى برنامج نسخ ألعاب أو نسخ تطبيقات شغال موجود في قناتنا في تليجرام، وأيضا برنامج جيم جارديان متوافق مع هذا البرنامج كي نستطيع تفعيل الميزات في هذا السكريبت والسكريبت الماضي بسهولة وبدون أي مشاكل. طبعا نتوجه إلى برنامج أيقونة الجيم جارديان في هذا المكان ونضغط عليها كي نطبق السكريبت ونريكم طبعا الميزات وطريقة التشغيل والعيوب وأيضا بعض النصائح بالنسبة للتحديث الجديد التي حصلت كي لا تقعوا في الخطأ ولا يحصل أي مشكلة لديكم إن شاء الله. ونحتاج منكم طبعا دعم وتفاعل باللايك والتعليقات، وأيضا ممكن طرح أي سؤال في التعليقات أو في قناتنا في تليجرام كي نجيب على الأسئلة إن شاء الله. مستمرين يعني معكم بشكل دائم بالسكريبت المفيد والنصائح المفيدة وحل المشاكل العالقة إن شاء الله للجميع بدون استثناء وبشكل دائم. طبعا نتوجه إلى برنامج جيم جارديان هذا كما ذكرنا، كما تشاهدون نضغط عليه ونقوم بتطبيق السكريبت كي نريكم طبعا طريقة التشغيل ويعني العيوب الموجودة كما ذكرنا في السكريبت، لأن هذا التحديث يعني ظهر بعض العيوب الواضحة يعني في التحديث هذا الجديد. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا نقوم بتحديد أيقونة اللعبة موجودة في هذا المكان، تظهر بهذا الشكل ويجب أن تكون في زاوية البرنامج في هذا المكان كي يكون متوافق معنا مع البرنامج وشغال وبدون أي مشكلة. ثم نتوجه إلى السهم الصغير الموجود هنا، طبعا هذا السهم هو مكان تشغيل السكريبت بهذا الشكل، نضغط عليه. طبعا إذا هذا المسار في الأعلى غير موجود نقوم بالضغط على زر المزيد في هذا المكان ونقوم بنسخ المسار الموجود في الأسفل كما تشاهدون بهذا الشكل. هذه طبعا خطوة مهمة جدا وكثير من الناس يسألون عنها. هذا المسار الموجود هنا طبعا نقوم بنسخه والضغط على زر أقل، خطوة مهمة جدا طبعا هي الضغط على زر أقل كي لا ينتج لدينا حجم حوالي 8 جيجا للسكريبت وهذا شيء غير جيد. نقوم بوضع المسار في الأعلى والضغط على 3 نقاط في هذا المكان ونتوجه إلى السكريبت. طبعا سكريبت نسخ السيارات كما ذكرنا، هذا هو السكريبت نسخ السيارات، نقوم بتحديده. طبعا رابط تحميل السكريبت موجود في وصف الفيديو مكتوب هنا السكريبت، نضغط عليه ونقوم بتحميل السكريبت بشكل مباشر. إذا كان لديكم أي سؤال اكتب لنا في التعليقات إن شاء الله سنجيب على جميع الأسئلة. يعني هذا السكريبت حاولنا تحسينه بشكل جيد ولكن يعني أحسن شيء هذا الذي حصل سنتكلم عنه الآن. نقوم بتحديده طبعا بهذا الشكل ونضغط على زر نفذ بالأسفل ومن ثم طبعا يفتح لدينا السكريبت بشكل مباشر بهذا الشكل اتباع خطوة يعني الرسالة النصية في السكريبت. هذه خطوة جدا مهمة بجميع السكريبتات الموجودة في القناة كما تلاحظون. هذا هو سكريبت النسخ، نضغط على زر حسنا كي تفتح لدينا القائمة الثانية التي بعد هذه القائمة. طبعا من العيوب الموجودة في هذا التحديث هو عدم حفظ السيارات وهذا شيء سنتكلم عنه الآن. يعني إذا أنشأتم طبعا سيارات جديدة داخل اللعبة يجب أن تحفظوها بشكل جيد وتتأكدوا أن السيارات موجودة. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية بشكل دائم ومستمر. طبعا هذه الخطوة هي نضغط على هذه القائمة في هذا المكان، عندما نضغط عليها طبعا ممكن تفعيلها داخل اللعبة وممكن تفعيلها يعني قبل الدخول إلى الجيم، يعني ممكن قبل الدخول وممكن بعد الدخول، بكل الحالتين شغال لدينا ويتم طبعا الحفاظ على السيارة الموجودة في اللعبة. نضغط عليها طبعا ونقوم ببيع السيارة. طبعا عندما نقوم ببيع السيارة تفصل لدينا اللعبة وتخرج من اللعبة ولكن السيارة تصل إلى الطرف الثاني وهذا طبعا بسبب التحديث الجديد، ولكن إذا استطعنا طبعا في الأيام القادمة حل هذه المشكلة سنقوم بإنشاء السكريبت يعني معدل ومحسن لحل هذه المشكلة بإذن الله.
كما ذكرنا طبعا نقوم بالضغط على هذه الميزة داخل اللعبة أو خارج اللعبة ونقوم ببيع السيارة، وطبعا سيارة تصل إلى الطرف الثاني ولكن تفصل لدينا اللعبة، وهذه طبعا بسبب التحديثات كما ذكرنا. ولكن من الأمور التي يجب الانتباه إليها هو طريقة تخزين السيارات، يعني عند إضافة السيارات إلى اللعبة يجب التأكد جيدا من حفظ السيارات، لأن هذا التحديث يعني أغلب السيارات لا يتم حفظها، وهذه مشكلة طبعا ظهرت في هذه التحديثات الجديدة. أخبرونا إذا كانت لديكم هذه المشكلة. أنا بالنسبة لدي ظهرت هذه المشكلة وأخبرت الناس عنها. انتبهوا جيدا كي لا تخسروا سياراتكم، وخزنوا بشكل جيد وتأكدوا من السيارات قبل الخروج من اللعبة. نعود ونستعرض السكريبت بشكل سريع كي نوريكم الميزات والعيوب الموجودة في السكريبت ونتكلم عن بعض الأمور الخاصة باللعبة. تفتح لدينا هذه القائمة بهذا الشكل، نحدد هذا الخيار، طبعا هو خيار نسخ السيارات، ولكن من العيوب الموجودة هو أن اللعبة تفصل لدينا عندما نقوم ببيع السيارة إلى الطرف الثاني، ولكن يعني تصل السيارة إلى الطرف الثاني ويتم نسخ السيارات بشكل جيد، وهذا طبعا بسبب التحديثات كما تكلمنا. ومن العيوب طبعا أيضا في التحديثات أن يعني ميزة الكوينز القديمة وأيضا بعض الميزات كفتح الأبواب وأيضا يعني إيقاف الخصم في السباق، وهذه الميزات كلها توقفت، وأيضا فتح العجلات وأيضا تثبيت العملات والتثبيت الكوين، يعني هذه كل الميزات كلها توقفت بسبب التحديث الجديد. سنتكلم عنها إن شاء الله إذا استطعنا حل هذه المشكلات كلها، ولكن نحتاج منكم دعم وتفاعل ومشاركة بشكل دائم. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل إلى النهاية، لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نراكم بفيديو جديد، دمتم بخير، سلام.